صباح الخير يا شباب، بنكمل في موضوع الشيرنج ستريسز. زي ما احنا قلنا، هو الموضوع فيه نقط كتيرة فرعية. احنا خدنا اللي هو الشيرنج ستريسز ديو تو كيو اكس وكيو واي، خدنا الشير ستريس في الريفت دايركتلي مع التنسايل والبيرنج ستريس في البليت اللي بيحصل، كمان التورشنال مومنت، وعرفنا ان كل قطاع له قانون مختلف للاسف، واحنا هنركز على السيركلر. هو ده اللي انتم محتاجين تحفظوه، القانون بتاعه اللي هو ثلاث قوانين كده في بعض يعني. وبعدين دلوقتي داخلين على الشير ستريس في الريفتس ديو تو تورشن. المره دي هنا هنشتغل على التورشن. وعلى فكره انا حتى في المحاضرات العاديه بنشرحها في صوره مساله، هو له محفوظات انا بكرهها. زي ما انتم عارفين انا بكره حفظ اي حاجه مستنتجه، طالما انت تقدر تحسبها بنفسك احسبها بنفسك افضل. ولكن خليني الاول اقول الطريقه العاديه جدا لحل المساله. هي مساله عاديه جدا، هنحلها بمعلوماتنا السابقه بشويه لوجيك صغيرين، هنوصل لنفس النتيجه. ايه اللي مطلوب؟ كالكوليت ذا ماكسيمم شيرنج ستريسز ان ريفتس، مديني الدايمتر بتاعتها، اند ذا ماكسيمم بيرنج ستريس ان ذا بليت، بنفس الفورمولاز اللي احنا استنتجناها قبل كده في الريفتد كونكشنز. لو انتوا بصيتوا على المساله في فرق كبير جدا بينها وبين اللي فاتت. هنا ال 20 طن هي بتعمل كيو واي فعلا، هي بتعمل كيو واي فعلا بس مش موجوده في السي جي بتاع المسامير، وال 5 طن بتعمل كيو اكس بس مش موجوده في السي جي. يبقى هم هينتقلوا للسي جي بتاع الريفتس، هينتقلوا معاهم كمان ايه؟ عزم. العزم ده بيلف حوالين السي جي، يعني حوالين البولار اكسس، يعني هيعملوا ام تورشن. مفيش قوه بتنتقل ببلاش، وعشان كده الام تورشن بيخش تحت عباءه الشيرنج ستريسز، لان هو ناتج عن انتقال شير فورس. بس للاسف زي ما قلنا في الشيرنج ستريسز الكيو اكس بيتحسب لوحده، الكيو واي بيتحسب لوحده، الام تورشن بيتحسب لوحده. وبعد كده نعمل سميشن اندر روت، ها، لاي حاجه احنا عايزين نجمعها في الاخر نحصل على كيو واحده. خد بالك ان كيو اكس والكيو واي والكيو نتيجه للتورشن الثلاثه بيتجمعوا على بعض ونحصل على كيو واحده. تمام كده؟ تمام. لو بصيتوا على المساله ده بيسموه براكت بليت، مش مهم الستيل هيبقوا يشرحوا الكلام ده وهتصمموه والدنيا هتبقى كويسه ان شاء الله. كل حكايه ان احنا عايزين نتعلم. اول حاجه واهم حاجه، فاكرين الخطوه صفر في اي مساله ايه؟ ايجاد السي جي. طب انا دلوقتي عايز اعرف المومنت على الريفتس دي بكام؟ يبقى لازم اجيب السي جي بتاع الريفتس. هتقول لي طب وفي حاجه اسمها، ايوه طبعا، ما هم دول عباره عن، لو انت قطعت في الريفتس يبقى عباره عن خمس دوائر، يعني خمس مساحات متساويه. انا عايز اعرف محور واي فين ومحور اكس فين. والله لو كان عندي ثلاث مسامير هنا وثلاث مسامير هنا كان يبقى اكس في النص وواي في النص، عادي جدا. لكن انا حطيتهم خمسه علشان نمشي بالسيكونس الاصعب شويه. يبقى اول حاجه حضرتك هنا ايه المعطيات اللي في المساله؟ الفايب 2.3 سنتيمتر، طبعا بنحول لسنتيمتر على طول، احنا بنشتغل كيلو جرام سنتيمتر او طن سنتيمتر. وبعدين عدد المسامير خمسه، ان بخمسه، والام بدري بدري كده باثنين. ليه؟ دول تو شانلز، تو شانل زي ما قلنا في المساله اللي فاتت بتاعت الريفتس، باك تو باك، باك تو باك في التوتوريال خدناها وموجوده في الشيت. يعني البليت ده وسطهم، يعني المفروض الخط ده كنت اعمله منقط بس انا ما عملتوش منقط، مش مشكله. اوكي، هاي. يبقى بالتبعيه، بالتبعيه انا عندي الام باثنين، مش وقته دلوقتي. طب اجيب السي جي بتاع الريفتس ازاي؟ عادي جدا، سيجما الاريا في الاكس واي سيجما الاريا. انا عندي خمس مساحات، لو افترضت ان انا هاخد الريفرنس بتاعي منطبق على الصف الاول يبقى عندي 2 اي 5، مش مهم الاي 5 بكام دلوقتي، في مسافه كام؟ زيرو، لان انا واخد الريفرنس بتاعي هو اول خط، زائد 3 اي 5 في مسافه 20. كل ده مقسوم على سيجما الاي 5، عندي خمس مساحات. طب انا ما استعجلتش وحطيت الاي 5 ليه؟ لانها هي متساويه، فالاي 5 هتروح مع الاي 5 بتاعها هيطلع 12 سم. بصوا بقى الرسمه اللي تحت دي، المساله بتبقى شكلها كده. ده اللي انا بقى بجهزه عشان انا اشتغل عليه، اللي هو اكس فين في المنتصف مش محتاج يتحسب، واي فين، وعشان كده قلت اكس ريفت واي ريفت. انا هنا بتكلم عن ريفتس فقط. انا لما اقطع بين البليت والتشانل هيحصل ايه؟ هقطع في خمس مسامير، يبقى السكشن بتاع اللي انا قاطع شكله ايه؟ خمس دوائر، خمس دوائر. جبت السي جي بتاعهم، اي حاجه بتتحسب لازم حوالين السي جي. يعني لما اقول فور ريفتس يبقى انا عايز السي جي بتاع الريفت، اكس بتاع الريفت اهو، واي بتاع الريفت اهو، يبقى ده السي جي بتاع الريفت، تقاطعهم، ويبقى هو ده البولر اكسس بتاع الريفت. تمام. يبقى الكيو واي ال 20 دي هتنتقل هنا اهي بكيو واي، الكيو اكس ب 5 طن، الام تورشن بكام بقى؟ 20 في المسافه لغايه البولر اكسس، ناقص 5 في المسافه لغايه بولر اكسس.
المسافة دي حسب معرفتك بقى، دي موضوع سهل قوي. يعني بص انا عندي هنا 8 سنتي اهو، عندي هنا 8 سنتي اهو، يبقى عندي 40 و5 سنتي وكمان 8 سنتي لغاية محور واي، المسافة دي اللي هي 57. حتى لو غلطت فيها مش مشكلة يا جماعة، انا هنا مش جاي اعلمكم، انا هنا جاي اعلمكم ازاي اسلوب الحل ايه، مش جايين نتعلم ارقام. ارقام حتى لو غلطت في الارقام ابعتوا لي وهبقى اصلحها، ما فيش اي مشكله عندي. انما هنا مش عايز حد يبقى مركز ان الرقم ده صح او غلط، احسبه انت، لو انا غلطان صلحه، مش اي مشكله، لازم يكون عندك ثقه في نفسك. وابعت لي يا سيدي ايميل، قول لي انت الرقم ده غلط، او واتساب من خلال ايهاب وبنمس على كل الناس، او من خلال مح، ابعتوا لي واحنا ايه نظبط الليله كلها. اوكي تمام، ما عندناش اي مشكله. طلع رقم المومنت بيلف حوالين المحاورين ده. القصه هنا كلها ايه؟ ان انا عارف ان الكيو واي لما تبقى موجوده في السي جي هتتوزع بالتساوي على كل المسامير، والكيو اكس لما انا نقلتها في السي جي هتتوزع بالتساوي على كل المسامير، لكن الام تورشن لا، واضح جدا ان كل ما المسمار يبعد هيشيل قوه اكبر. طب ايه بقى اللي انا قلت فور بليت؟ فور بليت ده قصه طويله شويه، خليني انا هختصرها في مجرد ايه؟ بص حضرتك، انت المره اللي فاتت لما خدنا البيرنج والتنسايل ستريس خدناهم في البليت، مش كده؟ طيب تعال نشوف كده، شوف هنا مقطع البليت هنا. او انا لو قطعت، ليه بيقطعوا البليت هنا؟ لان زي ما انتم شايفين من شكل البراكت بيبقى الارتفاع ده اقل بكتير من الارتفاع ده، هي شكلها بيبقى كده، بيبقى دي اللي بنسميها هونش او مسلوبه يعني بالبلدي، في سلوب يعني. اوكي، وبالتالي لو انا قطعت هنا يبقى عندي النورمال ب 5 طن والكيو واي ب 20 طن. طب والمومنت اكس هيبقى في منتصف الارتفاع، يبقى 5 في الارتفاع دي 25 سم، يبقى 5 في 12 ونص يديني ادي نورمال وشيل المومنت. طب القطاع ده عباره عن ايه؟ مستطيل ابعاده ارتفاعه 25 وعرضه 1.2. ما اقدرش احسب الشير ستريس عليه والنورمال ستريس؟ اقدر طبعا احسب. ليه بنحسبه؟ ما هو طبعا لازم يطلع سيف، ما اذا المسامير ما اتكسرتش والبليت اتكسر يبقى عملنا ايه؟ فدايما اي مهندس بيصمم بيشوف ايه هو البوسيبيليتيز بتاعت الفيلير، الكونكشنز دي هتنهار ازاي؟ يا هتنهار نتيجه للتنسايل في البليت، يا هتنهار نتيجه للبيرنج، يا هتنهار نتيجه لكسر المسمار. الثلاث حاجات. فلو عايزين نشيك على البليت نفس الكلام، المقطع ده عنده مومنت اكبر بكتير من المومنت اللي فات، حسابه ازاي؟ 20 في 45 ناقص الخمسه دي في 25 يديني المومنت. النورمال مازال ب 5 طن ما اتغيرش، والشير مازال ب 20 طن ما اتغيرش. طبعا بص القطاع ده 21 1.2 انا اسف في 50 سنتي، يعني لما تيجي تحسب الشير ستريس على ده ولا ده طبعا ده اللي هيطلع كريتيكال اكتر. لما تيجي تحسب النورمال ستريس ما اعرفش بقى، القطاع الصغير عليه مومنت صغير والقطاع الكبير عليه مومنت كبير. في قصه ثانيه كده بقى، بنطرح المسامير اللي في الشد دي هنسيبها لبتوع الستيل يقولوها، زي الهيتروجينيوس سيكشن قلنا هنسيبها لبتوع الخرسانه يقولوها، اللي هو هيتروجينيوس يعني الحديد والخرسانه يتعاملوا معامله مختلفه. اوكي، خلينا نركز في الموضوع بتاع اللي يهمنا النهارده، اللي هو انا جبت السي جي بتاع المسامير، جبت الكيو اكس والكيو واي، الكيو اكس والكيو واي اتنقلوا للبولر اكسس بمومنت كمان. طب تاثير المومنت ايه بقى؟ يبقى لو دخلنا على الحل بقى بنيجي نعمل كده، يفضل هذا الكلام يا جماعه انا اتعلمته وبعلمه لكم، ان انا برسم المسامير بقى بصوره اكبر شويه، ادي مسمار 2 3 4 5 دول يا بعد 10 سم و10 سم، دول 20 سم و20 سم. المساله دي شبه جدا مساله موجوده في شيت بس فيها اختلاف جوهري وانت بتحل هتكتشفه ان شاء الله. اوكي، وادي الاكس بار ب 12 سم واللي باقي من ال 20 سم 8 سم، كانت المسافه من المسامير 20 سم. طيب انا مسكت الكيو اكس والكيو واي قسمتهم على عدد المسامير وحطيت كيو اكس على ان كيو واي على ان كيو واي على ان كيو اكس على ان كيو على كل المسامير. المشكله كلها اللي احنا هنتعلمه في المساله دي ايه؟ اتصرف ازاي مع الام تورشن؟ طبعا انا عارف الام تورشن هيتوزع. طيب لو انا افترضت ان كل مسمار هيتولد فيه قوه نتيجه الام تورشن، العزم اللي هيعمله القوه دي عباره عن ايه؟ هتبقى القوه اللي في المسمار في المسافه العموديه لغايه البولار اكسس. يبقى انا لو وصلت البولار اكسس بالمسمار وهو هنا متمثل في صوره نقطه، يبقى دي المسافه العموديه وتبقى الاف واحد عمودي عليها، يبقى المومنت اللي ناتج عن الفورس اللي في المسمار ده اف واحد في ار واحد، نفس الكلام ار 2 سميت اف 2، ار واحد تاني سميت اف واحد تاني، ار 3 تاني سميت اف 3، ار 3 سميت اف 3، يبقى مجموع المومنت تساوي ايه؟ 2 اف واحد في ار واحد
زائد اف 2 في ار 2 زائد 2 اف ار 3 يساوي الام 12. خد بالك ان انا بحل مساله، انا ما بقولش قانون، ده مش قانون يا فندم، دي مساله بتتحل عادي جدا. الحاجه الثانيه اللي يمكن تبقى صعبه عليكم شويه، انا عارف كويس قوي ان كل ما المسمار يبعدها شيء قوه اكبر، هو الام تورشن كده. الام تورشن الشير ستريس بيتناسب مع ايه؟ بيتناسب مع بعد المسمار عن البولر، عن البولر اكسس. فقلنا ان في الدايره لما حسبنا الشير ستريس قلنا الشير ستريس على البريمتر بتاع الدايره هو كيو ماكسيمم، وقلنا ان كيو ار كابيتال على ار كابيتال بيساوي كيو ار سمول على ار سمول. لو انت مسكت الشير ستريس اللي هو فورس على اريا والشير ستريس فورس على اريا، هتبص تلاقي ايه؟ هتبص تلاقي الفورس اللي في المسمار اللي يبعد مسافه ار كابيتال على ار كابيتال بيساوي الفورس اللي في المسمار اللي يبعد مسافه ار سمول على ار سمول. يعني القوه بتتوزع بنسبه بعد المسمار عن البولار اكسس. يعني اقدر اقول اف 1 على ار 1 بيساوي اف 2 على ار 2 بيساوي اف 3 على ار 3. اثباتها ايه؟ كنا بنقول كيو ار 1 على ار 1 بتساوي كيو ار 2 على ار 2، او كيو ار كابيتال على ار كابيتال بتساوي كيو ار سمول على ار سمول. لو انت افترضت ان الاريا متساويه زي ما هو الحاله عندنا، يبقى الفورس على اريا فورس عليها، تروح الاريا مع الاريا يبقى لي فورس على مسافه بتساوي فورس على مسافه بتساوي فورس على مسافه. ما تنساش دي لو سمحت، ما تنساش دي لو سمحت. اوكي، هي ار 1 دي مسافه حسبتها، ار 2 دي مسافه 8 سم هي مش محتاجه تتحسب، ار 3 مسافه اكس سكوير زائد واي سكوير حسبتها. ها، وبعدين رحت داخل قلت بص من المعادله نمره 2 جبت كله بداله الاف 1، يبقى الاف 2 بيساوي ايه؟ هتطلع الار 2 هنا على ار 1 في الاف 1. طب الاف 3 بيساوي ايه؟ ار 3 على ار 1 في اف 1. ادي اللي انا كتبته، بس حولته الارقام بقى عشان دي مساله بتتحل بالارقام. يعني انا وانا بشرح المسائل دي في المحاضره ما بقف هنا، بقف هنا بقول ار 3 على ار 1 في اف 1 وما بجيبش الرقم ده، بس عشان دي طبعا خلاص انا في البيت فبحسب بالمره. اوكي، حاسب القيم بالمره، هايل جدا. لو انا دلوقتي رجعت عوضت في المعادله رقم 1، انا جبت اف 2 بدات اف 1 وجبت اف 3 بدات اف 1، يبقى عندي المجهول الوحيد في المعادله اف 1. جبت اف 1 من العلاقتين دول، جبت اف 2 وجبت اف 3، مبروك عليك، مبروك عليك. دلوقتي يتبقى اختيار، هو بيقول لي عايز الماكسيمم شير ستريس. طيب هاي انا عندي خمس مسامير، طب انا محتاج اختار مسمار او اكتر عشان احسب عنده الفورس. خد بالك الفورس هتبقى عباره عن ايه؟ محصله الثلاثه دول. هاي يبقى اول تفكير هيجي في دماغي ايه؟ ان اف 1 اكبر من اف 2 واف 3. طب انا هفوق هبص على اف 1، طب عندي مسمار فوق ومسمار تحت، بص الفرق بينهم، ادي لك ثانيتين عشان تفكر، بص الفرق بينهم ايه؟ الفرق بينهم ان هنا اف 1 جايه ما بين الكيو اكس والكيو واي، يعني لما اجي احصل هحلل دي تزود الكيو اكس على ان ودي تزود الكيو على ان، لكن هنا الاف 1 هتتحلل لاسفل تزود الكيو على ان، لكن هتتحلل افقي هتقلل الكيو اكس على الان. يبقى اكيد المسمار ده هو اكتر مسمار عليه قوه. السؤال الذي يطرح نفسه دايما، طب اذا الاف ماكسيمم اللي هي الاف 1 في الحاله دي ما جاتش بين المسمارين، دي بقى في مساله الشيت، يبقى في الساعه دي هتضطر تشيك على مسمارين، واذا اضطريت تشيك على ثلاثه هتشيك على ثلاثه زي ما احنا متعودين دايما. ما تضيعش وقتك في التفكير، لو انت شكيت بين سكشنين اعمل تشيك على السكشنين. ها، لو 1% انت مش متاكد اعمل تشيك على السكشنين. اللي يخليك تحسب الاستريس مره يخليك تحسب تاني مره سهله جدا، دي قاعده عامه كده، اللي تشك فيه احسبه، ما تفضلش حاطط قلمك جنبك وعمال تفكر، احسبه وشوفه صح ولا لا، واللي عرفت تطلع بقاعده يبقى مبروك عليك. خلاص القاعده هنا بسيطه جدا، ان الاف 1 هو اكبر قوه وفي نفس الوقت بقى وقع بين كيو اكس وكيو واي، يبقى اكيد القوه هنا اكبر من القوه هنا واكبر من القوه هنا، واكيد دي اكبر من دي، فاخترنا المسمار ده وهو ده اللي هنشتغل عليه. خش على كماله الحل، سهله جدا. بص يا فندم، بص يا فندم، اهو انا خدت المسمار لوحده، انا عندي كيو واي على ان وكيو اكس على ان واف 1، فانا عايز تحصل ثلاثه قوى، هتعمل ايه؟ هتحلل وتجيب المركبه الافقيه، وتحلل وتجيب المركبه الرئيسيه، وتقول ايه؟ تقول الفورس بتساوي الجذر التربيعي لاكس سكوير زائد واي سكوير. طب اكس سكوير بتساوي ايه؟ اهو كيو اكس على ان في الاف 1 زائد الاف 1 كوساين ثيتا الكل سكوير، كيو واي على ان زائد الاف 1 ساين ثيتا الكل سكوير اندر روت، يديني القوه اللي هي الريزلتنت اللي على المسمار، تميل بزاويه كام ما تفرقش معايا، انا عايز القوه الماكسيمم. يبقى الكريتيكال ريفت بالنسبه لي زي ما قلنا كريتيكال سيكشن قبل كده هو اللي عنده ماكسيمم شير ستريس طبيعي. اذا انت شكيت في مسمارين يبقى تحسب المسمارين. الدنيا بعد كده سهله جدا، المفروض انت بتقسم ايه؟ بص الفورس اللي في الريفت على ال ان ام اي فاي. خد بالك هنا انا بطلت احط ال ان في القانون ده،
ليه بقى؟ لان كتير جدا من الناس لما بتيجي تشرح مش عايز احدد مين، اوكي، بيجي يعملوا ايه؟ يروح حاطط هنا ان ويقول لك هنا ان بواحد. طب ما انت واخد هنا ان بخمسه. لا يا فندم، حضرتك كده خلاص حسبت القوه دي على كام مسمار؟ على مسمار ايه فقط؟ حسبت على مسمار ايه فقط؟ يبقى شيل الان من اللعبه، انا شغال على ايه فقط؟ يبقى اقسم الفورس على عدد مستويات الكسر في مساحه مقطع المسمار. جبت الاستريس حولته كمان لكيلو جرام في سنتيمتر سكوير، علشان اللي عايز يشتغل بالكيلو جرام يشتغل، اللي عايز يشتغل بالطن يشتغل. البيرنج كان عباره عن ايه؟ الفورس على ان، خلاص الان خرجت بره اللعبه لان انا شغال على مسمار واحد، يبقى على 5 في التي. وما فيش هنا تي مينيمم لان انا بقول عايز البيرنج ستريس في البليت، تخنت بليت 1.2 جبت الاستريس. طيب المحفوظات بتاعت الموضوع ده ايه؟ المحفوظات بتاعت الموضوع ده يقول لك ايه؟ يقول لك ان كيو ار ريفت بيساوي ام تي على سيجما ار سكوير في الار. طب سيجما ار سكوير اللي هي ايه؟ ار 1 سكوير زائد ار سكوير زائد ار 3 سكوير زائد ار 4 سكوير زائد ار 5 سكوير زائد ار 10 سكوير. تمام؟ لو انت قسمت الام تورشن على سيجما ار سكوير في الار بتاعت المسمار، يعني لو انت عايز كيو 1 يبقى تحط هنا ار 1، يبقى ام تورشن على سيجما ار سكوير في ار 1. يبقى اف 1 بيساوي ام تورشن على سيجما ار سكوير في ار 1، اف 2 بيساوي ام تورشن على سيجما. هايل. وبعدين السيجما ار سكوير، هو الار سكوير ده عباره عن ايه؟ الاكس سكوير بتاعت المسمار زائد الواي سكوير بتاعت المسمار. ما هو الار كان بيساوي جذر التربيع الاكس زائد واي. طب دلوقتي خلاص انا بقولت ار سكوير، يبقى في صوره اخرى بنقدر نحطها سيجما اكس سكوير زائد سيجما ار سكوير. عايز توصل للصوره دي؟ سهله جدا، سهله جدا. معادله 1 و2 اللي احنا عملناهم ما تشتغلش بالارقام، اشتغل باف 1 وار 1 وار 2 وام تورشن، هتوصل للصوره دي. لو انت دخلت عوضت عن اف 1 عن اف 2 عن اف 3 بدلاله واحد من الثلاثه زي ما احنا عملنا بدايه اف 1، ما شلتش ار 1 مع ار 2، ما حطيتش قيمهم، هيطلع لك الصوره دي في الاخر. هتلاقي نفسك خدت اف 1 مشترك بره، وهتلاقي نفسك جمعت الار سكوير كلهم، فهتقول الام تورشن على سيجما ار سكوير في الار بتاعت يديك الفرصه اللي في المسمار ده. مشكله دي ايه حضرتك؟ الناس بتحفظها، يخش جوه الامتحان لا هو عارف يجيب السيجما ار سكوير. كتير جدا من الغلطات اللي بشوفها الناس بتنسى الار دي، يعني يقول لك ام تي على سيجما ار سكوير وينسى الار، يجيب الفرصه غلط. طب انا هديله درجه على ايه بذمتك؟ انما حتى لو انت مشيت معايا سيكونس كده كامل على بعضه، اوكي، انا بلاقي عملت معادله واحد صح وعملت معادله اثنين صح، وانت بتحل غلطت في الحل، هدي لك حاجه على المعادلات اللي انت كونتها صح. لكن انت رحت رازع لي اف 1 برقم وحطيت الصوره دي غلط وجبت رقم غلط، يبقى الخطوه دي كده بدرجتها راحت، وبعدين هاجي هنا هتجيب الرقم غلط وهنا هتجيب الرقم غلط، مش هديك الدرجه كامله، تلاقي الخساره كبيره قوي. انما لو انت كتبت لي السيكونس العادي اللي انا بعمله ده، اللي هو لو انت فهمته مش محتاج تذاكره، محتاج تحل مساله بس عشان تثبته، هتبص تلاقي الدنيا زي الفل. اوكي، هايل. وعلى فكره انا في نفس المحاضره دي بروح داخل على الشير فلو، يعني انا ماشي على فكره بنفس الكوانتيتي بتاعت كل محاضره. طبعا بشيل الدردشه اللي انا بدردشها، بشيل ان انا بديكوا فرصه تفكروا اكتر من كده، لكن الكونتنتس انا هي، انا ما غيرتش حاجه في الكونتنت. فالطبيعي في المحاضره دي بخش على اخر موضوع هنا اللي هو الشير فلو. الشير فلو تاني انا مش هقدر ادردش، وبالتالي القانون بتاعه كيو على اي في اس، يعني هو نفس قانون الشير ستريس بس شلنا اللي هي البي، يعني بنحول الشير فورس الى شير فلو. شوف بقت طن بير سنتيمتر، يعني بدل ما انا كنت المره اللي فاتت بمشي كده وبحسب وبقسم على البي، فكل ما يحصل تغير في عرض القطاع بحسب القيمه اللي انا بحسبها، لا الوضع هنا اختلف تماما. هنا دلوقتي انا ماشي بحسب على المنبر ده، او كل ما بمشي مسافه بحسب، لانه دلوقتي انا حولت الشير فورس الى حمل طن بير سنتيمتر، عشان كده بيسموه الشير فلو، لان انا ماشي سنتي سنتي، فانا بمشي على القطاع كده كده كده. طب انا بحسب ايه؟ كيو على اي ده رقم ثابت دايما، يبقى انا بحسب الاس. الاس اللي هو ايه فاكرين؟ الاستاتيكال مومنت اوف اريا، شبهناه بايه طول عمرنا؟ شبهناه بالعزم بتاع الديستريبيوتد لود. العزم بتاع الديستريبيوتد لود عباره عن ايه؟ مساحته في بعد مركز ثقله عن محور اخذ العزوم. ها احنا قلنا ايه؟ كيو واي تتقسم على اي اكس العمودي عليها، في اس حوالين اكس العمودي عليها، يبقى انا هحسب كل حاجه حوالين محور اكس. يبقى لو انت تخيلت ان ده فريم وحضرتك بتحسب المومنت عليه بنفس طريقه حساب المومنت، هتلاقي نفسك رسمت الشير فلو في ثانيه. ثانيه طبعا فيها مبالغه، يعني بس في وقت قليل جدا. ومش مهم دلوقتي النظريه اللي مبني عليها الكلام ده ايه، مش مهم دلوقتي النظريه اللي مبني عليها الكلام ده، خلينا دلوقتي نحل. هو ده النص ساعه اللي انا بضيعها عشان اشرح النظريه لكن ما بثبتهاش.
ما بثبتهاش، انا بشرحها فقط على اي اساس بني هذا الكلام. فخلينا دلوقتي نركز الى حين ميسره في ان احنا ازاي نحل المساله، وبعد كده نتفاهم، بعد كده نتفاهم. بس ايه، انا عمري ما بثبت قوانين، وانتوا عارفين انا بفهمك البرنسبل اللي اتبنى عليه القانون. فمعلش انسوا بقى البرنسبل اللي اتبنى عليه القانون دلوقتي، وخلينا نشوف هنحسب ازاي. القصه كلها ايه، انا بطلب منك ايه، كالكوليت اند درو شير فلو دايجرام. شير فلو دايجرام عشان ما حدش يفهمها شير فورس، ها، شير فلو دايجرام، ذن فايند شير سنتر. طيب انا اي مساله، اول مساله فيها هي نفس المساله دي، لو رجعت محاضراتي السنه اللي فاتت هتلاقوني هي المساله دي اللي انا حللها، اوكي، اللي هي عباره عن ايه. شوف انا باخد ده بي وده اتش، علشان وانا بحسب يبقى كله بدلاله البي والاتش، كله بدلاله البي والاتش. يقوم انت نفسك لما تيجي تعوض بالارقام، اوكي، تبقى فاهم البي مين والاتش مين. مش 15 ادور على اي 15، مش 20 ادور على اي 20، لا، انا هنا قاصد تماما. انا سميت ده اهو، ده تي فلانج، التي اف اللي هي الفلانج اللي هو الجزء ده، وده العصب، العصب اللي هو الويب. ها، شوف انا كتبتها تي، المفروض هنا هي تي ويب اهي، هبصلحها في البي دي اف فايل، هي تي ويب هنا اهي، صح، هي هنا، بس انا للاسف رجعت عليها مرتين، لكن الواحد برضو وهو بيشرح بيكتشف حاجات اخرى. طيب هاي، يبقى عند الاطراف دايما الاستاتيكال مومنت اوف اريا بصفر، يبقى التاو بصفر. طب عايز احسب هنا، طب انا عارف ما هو من الناحيه دي يساوي من الناحيه دي، مجنون مين اللي يحسب من الناحيه دي؟ احسب من الناحيه دي طبعا. المساحه دي عباره عن ايه؟ مع بعض كده اهو، البي في التي، المساحه دي في بعد اكس بتاع الجزء عن اكس بتاع الشكل. خد بالك اللي مرسوم ده سنتر لاين، ما فيش حاجه اسمها تي على الاثنين وتي على الاثنين، ما فيش تي على الاثنين، ده السنتر لاين، كل الثين وول سيكشنز بيترسم السنتر لاين فقط. يبقى المسافه دي كام؟ اهي اتش على الاثنين، يبقى الشير فلو هيساوي عند النقطه دي تي بتاعت الفلانجة في البي، يبقى جبت مساحة الفلانج، اوكي، في اتش على الاثنين، بعد اكس بتاعها عن اكس بتاع الشكل، اللي هو الاريا في الواي بار. بس احنا قلنا خد بالك من كلمة واي بار، دي مسافة بين اكس واكس، اكس بار دي مسافة بين واي واي. فارجوكم خلوها افضل مليون مرة، الاريا في بعد اكس بتاعها في اكس بتاع الشكل، الاريا في بعد واي بتاعها نوع بتاع الشكل، وانت بتحسب شير ستريس، وانت بتحسب سي جي، وانت بتحسب مومنت اوف انرشيا، وانت بتحسب شير فلو. الاس ده في الكورس ده جوهري، جوهري، والكلام ده قلته يوم الانترودكشن وبقوله دايما. الاس دي اللي انا بستخدمها في ايجاد السي جي، بستخدمها تقريبا في كل القوانين، تقريبا في كل القوانين اللي شغاله عندي. فارجوكم الموضوع سهل جدا، احفظها كده في دماغك، مساحه الجزء في بعد اكس بتاع الجزء عن اكس بتاع الشكل. طب عايز اجيب لنفس الجزء حوالين محور واي، يبقى مساحه الجزء في بعد واي بتاع الجزء عن واي بتاع الشكل. خليها في دماغك كده لو سمحت دايما، ودايما مساحه جزء، لان لو خدت للشكل كله اي ستاتيكال مومنت لازم يكون بصفر. عوضت طلعت 900 سي، هنا بقى طن بير سنتيمتر، البي اختفت من القانون، فبدل ما كان طن بير سنتيمتر سكوير انا شلت البي اللي تحت، بقى طن بير سنتيمتر، تحول الى شير فلو، تحول الى ديستريبيوتد لود. طب تاو 2 بتساوي ايه؟ تاو 2 هتساوي زي ما عملنا في الشير ستريس بالظبط، تاو 1 انا وصلت لغايه هنا خلاص، عايز اجمع عليه الحته دي، طب الحته دي كام؟ الحته دي تخانتها تي ويب، مكتوبه هنا تي ويب، انا اسف، في اتش على الاثنين، انا بحسب هنا. يبقى انا خدت الاول التاو 1 اهي زائد السي، ما تنساش، في اتش على الاثنين في التي ويب، ادي مساحه الجزء ده، اكس بتاعه فين؟ نص الاتش على الاثنين، يبقى في اتش على الاربعه، وبعدين عوضت بالارقام طلعت 1350 سي، تمام، طن بير سنتيمتر، بس انا لو جيت كتبتها لقيتها هتخبط في ده، تمام. هاي، طب ده في الاخر ده حمل موزع مثلث، مساحته انا اسف قيمته وحدته طن بير سنتيمتر، ده حمل مثلث. طب انا عايز احول الحمل المثلث ده لفورس، كنا بنعمل ايه قبل كده؟ كل ما اجيب مساحته، يبقى انا هجيب مساحه، يبقى الفورس اللي في الممبر الاولاني، ها، يبقى انا كده عملت ايه، حولت الشير فورس الى شير فلو، وبعدين عايز اشوف كل جزء من اجزاء المنشأ شايل قد ايه بقى من الفورس دي، فبنقسمها لفورس في الممبر ده وفورس في الممبر ده وفورس في الممبر ده، كل واحد المساحه المقابله له. يبقى اول مساحه الاف 1 بيساوي كام؟ نص في البي في التو 1، نص في بي في تو 1. طيب جبت القيمه دي خلاص، القيمه بقى خلاص انا بعوض بالارقام. طب الاف 2 بيساوي ايه؟ آه، البطاطسايه دي هقسمها لايه؟ لمستطيل مساحته تو 1 في اتش اهو، زائد بارابولا، مساحه البارابولا اللي ما يعرفش تلتين القاعده في الارتفاع، يبقى تلتين القاعده اتش في الارتفاع. الارتفاع هنا عباره عن ايه؟ تاو 2 ناقص تاو 1.
اوكي؟ يعني لو انتوا ركزتوا شويه، لو انتوا ركزتوا شويه، خد بالك، شوف دي كده عباره عن ايه؟ احسبها كده معايا، هتبقى اتش على الاثنين في اتش على الاربعه بكام؟ اتش سكوير على الثمانيه في التي اللي هي تعتبر مقابله للدبليو عندنا، يعني دبليو ال سكوير على الثمانيه برضه هي والله هو نفس الكلام في الشير ستريس اثبتناها، وفي اي اس بتحسبها هي كانك بتحسب الحمل الموزع. في كتير قوي من المعيدين يقول للناس ايه؟ احسب تو واحد وزود عليها، ها، وزود عليها القيمه دي بقى اللي هي تي اتش سكوير على الثمانيه. ماشي انا موافق، بس انا بفضل انك تحسبها. انا بكره المحفوظات، انا بكره المحفوظات في حاجات انت ممكن تحسبها في ثانيه، تحفظها تغلط في الحفظ وانت شغال، ثانيا وثالثا ورابعا دماغك مش ناقصه محفوظات. اللي يتحسب افضل، ولو حفظت خلي الحفظ انك تعمل تشيك على الفهم، تعمل تشيك على الحساب. حسبت الاف 2 اللي هي مساحه المستطيل اتش في دبليو، مساحه البارابولا تلتين القاعده اتش في الارتفاع، الارتفاع اللي هو تاو 2 ناقص تاو 1 اللي هي الحته الصغيره دي، كان المفروض اعمل هنا خط منقط بس انا كسلت. اوكي والله اللي اعمله في البي دي اف فايل عشان تبقى باينه افضل. خلصنا، حسبنا الاف 2 طلعت 72000 سي وحدتها طن، طبعا دي فورس. طيب هو مش المفروض السيستم ده او مجموعه القوى دي تكون متزنه مع بعض؟ ولو مش متزنه يحصل ايه؟ يحصل مصيبه. طيب شوف سيجما اكس يا فندم كده، هتبقى اف 1 ناقص اف 1 بكام يا باشا؟ بصفر، شكرا. طيب خد سيجما واي، هتبقى اف 2 ناقص الكيو واي، المفروض تبقى بصفر. انا بقول لك انها بصفر، اوعدك انها بصفر. طب خد سيجما المومنت عند السي جي، لو افترضنا ان كيو موجوده في السي جي اللي هو الوضع الاصلي، خد مومنت عند السي جي، الكيو واي ما لهاش عزم، العزم هيبقى عباره عن ايه؟ 2 اف 1 في اتش على 2، تمام؟ ها انا باخد مومنت عند السي جي زائد الاف 2 في الاكس بار، الاكس بار اللي هو بعد السي جي عن الحرف ده. طب ما هنا المومنت ده لا يساوي الصفر، لا يساوي الصفر، يبقى هنا في مصيبه ان القطاع ده حوالين السي جي، يعني حوالين البولار اكسس هيحصل له ايه؟ هيلف، يعني في مومنت، يعني في ام تورشن. طب الام تورشن ده جاي منين؟ اذا كان الشير فورس اساسا موجوده في السي جي، فاكتشفوا ان في الثين وول سيكشن بيحصل لها فيلير ديو تو تورشن، بيحصل لها فيلير ديو تو تورشن، مش عارفين التورشن ده جاي منين، فاخترعوا الشير فلو، عملوا ثيوري جديده وسموها الشير فلو ثيوري. وعملوا الشير فلو ثيوري اللي هو ازاي بقى بنحول الشير فورس الى قوه في كل ممبر، من خلال ان انا بحسب الفورس بير لينث، بحسب الفورس بير لينث وبعدين بحولها الفورس في كل جزء، وبعدين ادرس اتزان القطاع بتاع الفورسز دي. نتيجه لكده قالوا لا في هنا حاجه، في مشكله. طب نحل المشكله دي ازاي؟ قالوا طب احنا عايزين نصمم القطاع ده على ام تورشن. قالوا طب احنا هنعرف نقطه جديده اسمها الشير سنتر، شير سنتر، هنعرف نقطه جديده اسمها الشير سنتر، لو احنا حطينا فيها الكيو، وده مكان تخيلي زي ما السي جي مكان تخيلي، السي جي في الهواء والشير سنتر في الهواء، لو حطينا فيها الكيو يبقى سيجما المومنت حوالين البولار اكسس بيساوي صفر، او حوالين اي نقطه بيساوي صفر، يبقى مفيش ام تورشن. احسب بقى الام تورشن الناتج عن نقل القوه من السي جي للبولار اكسس للشير سنتر، انا اسف، من البولار اكسس للشير سنتر، يبقى ده العزم اللي انا هاخده معايا في الديزاين. يعني انت لما هتاخد في الستيل ديزاين اوف بيرلينز، مش هتصمم ال 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 ال, ال, ال مش هتصمم القطاع ده على شير فورس فقط، لا، هتصممه على شير فورس وام تورشن. طب الام تورشن ناتج عن ايه؟ ناتج عن الشير فلو. يوم لما يجي الراجل بتاع الستيل كده وهو بيشرح لك يقول لك ايه؟ وهنحسب الام تورشن ناتج عن الشير سنتر انه مش في سي جي. ما تقولوش بقى يعني ايه شير سنتر؟ يعني ايه شير فلو؟ لا خلاص، شير فلو انت عرفته، هو هيستخدمه، وهو ده اللي احنا بنعمله دايما، احنا بنعدك علشان الناس بتاعت الديزاين تاخدك وتعلمك ديزاين. لو خدك وعلمك استراكشر مش هيلاقي وقت يعلمك ديزاين، هي دي النظريه بتاعه الاستراكشر قبل الديزاين. اوكي، والكلام ده اتكلمنا فيه كتير قوي. تاني انا بعلمك تحسب مكان الشير سنتر، الحاجه الوحيده اللي ناقصه من الليله دي كلها الثيوري اللي اتبنت عليه القصه دي او القانون ده. مش مهم دلوقتي، انما في الاخر احنا عرفنا ليه تولد ام تورشن، لاني لو جيت حسبت المومنت عند السي جي طيرت الكيو واي هلاقي المومنت له قيمه، وده غلط تماما. فبنرجع نحط السي جي في مكان ما، انا اسف، بنرجع نحط الشير فورس في مكان ما، المكان ما ده سميناه شير سنتر، وعرفناه ايه؟ لو كيو واي اتحط في الشير سنتر يبقى سيجما المومنت بصفر. عايزين بقى نحدد المكان ده، فرجعنا عملنا ايه؟ قلت سيجما المومنت اباوت الشير سنتر، خدت المومنت اباوت الشير سنتر،
اهو عند النقطه دي، عند النقطه دي، وحسبت الام تور او المومنت، انا اسف، يعني اللي هو ام تور هيبقى 2 اف 1 في اتش على 2 ناقص اف 2 في الاي يساوي صفر، المجهول الوحيد في المعادله دي جبنا الاي. يبقى انا حددت مكان الشير سنتر بالنسبه للقطاع، يبقى الام تورشن بيساوي ايه في الاخر؟ الكيو واي في المسافه دي، في المسافه دي، في المسافه بين الاثنين دول، الكيو واي في المسافه بين الشير سنتر والسي جي. اتمنى ان هذا الكلام يكون واضح. وعلى فكره في طريقه هنا لطيفه قوي، ان انا ممكن من سيجما واي بيساوي صفر انا عارف لازم يكون كيو واي ناقص اف 2 بيساوي صفر. لو حضرتك دخلت عوضت عن الكيو واي وعوضت هنا عن الاف 2، الاف 2 كان بكام؟ 72000 سي، شلت السي وحطيت بدالها كيو واي على اكس، الكلام ده لو بيساوي صفر مين المجهول الوحيد في المعادله دي؟ الاي اكس، يطلع 72000. يعني ده فيها صفر زياده كده بالصلاه على النبي، هشيله في البي دي اف فايل، اعذروني معلش، هشيله في البي دي اف فايل، يطلع 72000 اللي هي قيمه الاي اكس، هنا في صفر زياده، هنا في صفر زياده هشيله في البي دي اف فايل ان شاء الله. ماشي يا شباب؟ ماشي يا شباب؟ هايل. يعني بقى عشان ايه نعقدكم خالص في عيشتكم، تعالوا نحسب العكس بقى بالنسبه لكيو اكس. بنفس الطريقة يا جماعة، بنفس الطريقة، بصوا أهم، أنا حسبت، أنا عايز أحسب حول المحور واي، أنتوا عارفين الاستاتيكال مومنت بيبقى ماكسيمم عند محور الحساب، عند محور الحساب، فأنا عايز أحسب أهو، فأنا هحسب هنا، تاني بصوا الحتة دي عرضها كام؟ دي كانت إكس بار، يبقى دي بي ناقص إكس بار، أنا هنا شغال أهو، يبقى تخانة التي إف مضروبة في البي ناقص الإكس بار في نص البي ناقص الإكس بار، نص البي ناقص على الاثنين، جبت أول قيمة. خد بالك هنا هيبقى كيرف، لان عندي هنا ايه، بص كده شوف، شوف البعد ده بقى ايه، بقى سكوير اهو، اللي هو البي ناقص الاكس في البي ناقص الاكس بار، يبقى بي ناقص اكس بار سكوير، يعني البعد ده سكوير، يعني دي معادله درجه ثانيه، تمام، بيساوي. طيب انا عايز احسب عند تاو 4، هقول بتساوي تاو 4 بتساوي تاو 3 اللي هي عند النقطه دي، تاو 3 زائد سي الحته الصغيره دي، الحته الصغيره دي كام؟ تي اف في اكس بار، اهي تي اف في اكس بار في نص الاكس بار، لان انا بقول من نصها. لو انا ما خدتش بالي ان الاكس بار دي شمال المحور، يعني المفروض تبقى بالنيجاتيف، هلاقي نفسي جمعت يطلع الرقم تاو 4 اكبر من تاو 3، وده غلط. انت عارف ان اس ماكسيمم دايما فين؟ عند سي جي زي ما عرفناه قبل كده، يبقى اس ماكسيمم عند سي جي، يبقى لازم ده يقل. هيقل ازاي؟ طب هنا هتصرف ازاي؟ لو حسبت من الناحيه الثانيه، طب ما هي هي، كان ممكن احسب الحته دي كلها على بعضها، ماشي، لكن انا عايز اعلمك هنا حاجه جديده اهم. خد بالك لما اجمع statical moment of area لجزء يمين المحور على جزء شمال المحور لازم اراعي اشاره، لو كله في ناحيه واحده من محور الحساب ما براعيش اشاره، سواء من اعلى او من اسفل، سواء من يمين كله او شمال كله، يعني لو محور واي ده في النص بالظبط ما كنتش هحتاج ان انا اقول ناقص وزائد، انما المشكله ان محور واي قطع القطاع، ففي وانا بجمع الحته دي الاكس بار بتاعتها موجبه والحته دي الاكس بار بتاعتها سالبه، يبقى لازم اراعي الاشاره، ما ينفعش اعمل حاجه يمين المحور حاجه شمال المحور من غير ما اراعي اشاره. راعينا اشاره فقلت شويه بقت 112 ونص. لو حسبنا تاو عند السي جي بالظبط هتطلع بصفر، انا حسبتها هتطلع بصفر، بس ده اكسبكتد. اكسبكتد ليه؟ اكسبكتد ليه؟ تعالوا نحسب الكوب. هنا انا عملت فاصل زي ما انتم شايفين كده عشان اقول لك ان التاو 3 ستار دي انا حسبتها علشان انا عايز احسب البطاطسايه دي. احسبها ازاي؟ رحت موصل خط منقط كده، شايفين اهي البطاطسايه اهي باينه هنا، وصلت خط منقط اهو اهو، وعايز اقول ده مساحه مثلث زائد مساحه البارابولا الصغيره دي، فعايز ارتفاع البارابولا في النص، رحت حاسب تاو 3 ستار، يبقى تاو 3 ستار دي فين؟ في نص البي، في نص البي، حسبتها، مش مهم حسبتها ازاي، احسبوها اهو مكتوبه قدامك، احسبها انت براحتك. انا عايز مساحه الجزء ده في بعد واي بتاعه عن واي بتاع الشكل، براحتك خالص، براحتك خالص، احسبها كارقام، هتطلع 112.5 سي، صدفه على فكره، يعني دول مش قد بعض، لان دي 112 ودي 112، بس دي 112 في نص المسافه، هتبقى نفس الدفع لكن هي نقطه على الكيرف، اللي مش فاهمني مش مهم، ارسمها بتسكيل وهتلاقي. طب يبقى اف 3 بيساوي ايه؟ مساحه المثلث نص البي في التاو 4 المثلث الاول زائد مساحه البارابولا تلتين القاعده بي في الارتفاع، الارتفاع عباره عن ايه؟ تاو 3 ستار ناقص تاو 4 على الاثنين، تاو 3 ستار ناقص تاو 4 على الاثنين اللي هي الحته الصغيره دي، اداني رقم والاف 4 حسبته مثلث، اوكي جبت رقم، جبت رقم. طيب تعالى بقى نعمل توزيع القوه، بص الكيو ماشيه ازاي؟ اهي كيو اكس. طيب انا عشان احط القوه دي تتزم مع الكيو حطيت الاف 3 عكسها، طب نتيجه للتماثل يا دي الخيشه، دي برضو معكوسه عندي، انا اسف، انا اسف، هصلحها في البي دي اف فايل زي ما عملت في المحاضرات اللي فاتت.
دي هعكسها، دي ودي لازم يبقوا عكس الكيو اكس، انا اسف. يبقى دي كده، يبقى غصب عني لازم الاف 4 تمشي كده، يبقى غصب عني لازم الاف 4 دي تمشي كده نتيجه للتماسك. خد بالك هنا ان الاثنين التقوا مع بعض هيحصل صدام، صدام يعني الفلو توقف. يبقى التاو هنا بكام؟ بصفر. يبقى التاو بصفر دي جاستيفايد. ليه جاستيفايد؟ لان الاف 4 والاف 4 هيصطدموا مع بعض عند النقطه دي. يبقى دايما التاو بصفر، يا بدايه فلو يا نهايه فلو. خدها كده قاعده عندك، التاو بتساوي صفر، يا بدايه فلو يا نهايه فلو. هنا بقى لما نيجي نعمل اتزان هنقول سيجما اكس بيساوي صفر، يبقى كيو اكس ناقص 2 اف 3. عشان طبعا هنا انا واخد بالي، انا بس في الرسمه نسيت اعكس دي، نسيت اعكس، طبعا باخد كوبي بيست وبعكس، انتوا عارفين السيستم يعني. ان شاء الله يطلع بصفر، وسيجما الواي واضح انه اف 4 ناقص اف 4 بصفر، وسيجما المومنت، خد مومنت اباوت سي جي، ايه اللي حاصل؟ اف 3 قد اف 3 محصلتهم في النص، مظبوط؟ او بيعملوا عزم قد بعض وعكس بعض، والاف 4 بيعمل عزم قد الاف 4 وعكسها، يبقى سيجما المومنت بكام؟ بصفر. وعشان كده هنا بنطلع بقاعده مهمه جدا، ان اول حاجه ان الشير سنتر لازم يقع على محور التماسك، لازم يقع. يبقى انا حطيته المفتاح على محور التماسك ضحكت عليكم، لكن هنا اثبتت لكم ان هو لازم يقع على محور التماسك. وعشان كده لو انا عايز اجيب الشير سنتر الكيس دي ما بدرسهاش، ودي هتعملها مره واحده في الشيت، هتعملها مره واحده في الشيت عشان تعرف ان انت قد تضطر ان انت تحسبها. انما في العادي يعني بندرس الحاله اللي بتجيب الشير سنتر مباشره، اللي هي مين؟ اللي هي الحاله الثانيه. خد بالك هنا الشير فورس في اتجاه محور التماثل مش دي الحاله اللي بتجيب لي، لان دي بتفسر لي الماء بعد جهد بالماء، ان هو ان انت لو خدت مومنت هنا المومنت بصفر. طب ما طبعا يبقى لازم الشير سنتر يقع على النقطه دي. طب ما طبعا ما هو كله متماثل حوالين محور اكس، يبقى ما اضفناش شيء. يبقى الحاله دي ما تفيدنيش في ايجاد الشير سنتر، الحاله الثانيه هي اللي تفيدني في ايجاد الشير سنتر. لو بحط كيو واي عمودي على محور التماس، بس ممكن استفيد من الحاله دي بحاجه بسيطه جدا، من سيجما اكس بيساوي صفر ممكن احسب قيمه الاي واي، اعمل بيها تشيك على قيمه الاي واي اللي بحسبها بالطريقه العاديه. السكشن اللي هو يعني التوتوريال اللي انا بشرحها بعد كده هديكم كده شويه بوينتس نوتس تاخدوها معاكم في الاعتبار وانتم شغالين. اتمنى ان انتم تكونوا فهمتوا قد ما تقدروا، مش هتفهموا اكتر غير اما تحلوا بايدكم، اتعلموا تحسبوا الاس، اتعلموا تحسبوا الاف، اتعلموا تحسبوا الشير سنتر، وبعد كده احلها ربنا، بعد كده احلها ربنا. يعني النظريه التي بني عليها الشير فلو اذا كان في حين ميسره هبقى اشرحها في وقت ثاني. نراكم على خير والسلام عليكم.